زينة زينة، ليش قافلة على حالك الباب؟ صاير معك شي؟ زينة ردي. ولك اتركيني بحالي ماما، عملك ما بدي اشوف حدا. وين هي؟ مين؟ مين بدها تكون يعني؟ جوا بغرفتها. من امبارح حابسة حالة بغرفتها وما عم تخبرني شي، وانتي ليش هيك جاية معصبة؟ شاهيناز شوفي احكي يا بنتي. زينة زينة افتحي الباب اختي. زينة افتحي الباب. لك شو الموضوع؟ شاهيناز اختك عيوننا منفخة قد ما انا بكيانة. امي اعملي لنا قهوة لو سمحت. فهميني شو عم يصير معكم؟ خلص تركينا هلأ. انتي شو هاد اللي عملتي؟ فوق ما انك حامل قبل ما تتزوجي رايحة لتنزلي الولد؟ لا ورايحة لعند دكتوري، شو انتي بدك تفضحيني يعني؟ شو بدك يعني اعمل يعني؟ ما لقيت غير هالحل قدامي. انا ما قلت لك تحكي وتخبري زينة؟ كيف بتفكري تنزلي ابنك هيك؟ لاني ضايعة كتير اختي. يا زينة انا مو فهمتك، ليش ما فهمتي؟ شاهي والله ما بعرف كيف فكرت نزله. خلص 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 خلص، ما بدي اسمع شي منك خلص. شاهي شاهي ساعديني اطلع من هالمصيبة. هلأ ما في غير حل واحد، اتركوا أمور البيت والعرس وبأسرع وقت اكتبوا الكتاب. بحياتي كلها ما إلي غير هاليوم هاد، وحتى هاليوم هاد بدي أخسره كمان. ما أخذ موعد لكتب الكتاب لسه. ما أخذ موعد؟ أنا قلت له بس قال بهالوقت ما أنه جاهز ليصير أب. قال لك إنه ما أنه جاهز؟ إيه. شاهي كمان هو يعني معه حق، لا عنده شغل ولا شيء، شلون بدنا نعيش؟ المفروض يفكر قبل ما يعمل عملته هي. طيب ولا يهمك زينة، بحكي مع سامي اليوم وبخليه يدبر له شي شغلة بالشركة. امبارح لما امك طلبت منه يساعدنا حسيت عمك انزعج ويمكن ما يقبل شغله. انا بقنع سامي بهالموضوع، لازم نخلص من هالمصيبة بسرعة. انتي لا تقلقي انا رح حاول حلها. أهلين إلي سامي. كيفك شاهيناز؟ رح نروح نتعشى سوا بالمطعم، حجزت اليوم، أنت وأنا وسعيد وسوزان. إيه منسهر كلنا سوا، شو رأيك؟ مثل ما بدك. طيب عشانا سوا اليوم. تمام. أخيرا حس بغلطته، عم يعزمني على العشاء. ما كل هاد بتضلي محظوظة شاهي، شوفي على هالحالة اللي أنا فيها. خلص لا تبكي. ليكي ماجد المفروض يتفهم خطورة هالموضوع ويلاقي حل بأسرع وقت، يعني مثل ما أنتي غلطانة هو كمان غلطان. لازم هلأ أنتو اتنين تستعجلوا بجوازتكن، عم تفهمي؟ ماجد مانو قدران نتجوز هلأ. لا بده يقدر، بعدين انتي مو لحالك زينة، انا معك وامك كمان وصهرك كمان موجود، لا تنسي. يا بنات القهوة جاهزة، يلا تعوا. يلا جايين امي، يلا.
قومي ولا تاكليها وحاولي ما تحسسي امك بشي. بعدين لا تزعلي حالك لانه هالشي بيأثر على الولد. لساته صغير قد حبة العدس، ما رح يحس عالشي. هاد روح ورح يحس. يلا بقى قومي تعالي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.